إخواني وأبنائي، حققت الدبلوماسية الكويتية نجاحا وإنجازا متميزا ومحل التقدير والثناء بنيل دولة الكويت ثقة المجتمع الدولي، وذلك بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019، تقديرا للمكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظي به على المستويين الدولي والإقليمي وللسياسة المعتدلة والمتزنة التي تتهجها دولة الكويت في سياستها الخارجية، والمرتكزة على الالتزام في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولدورها الإنساني المشهود، ومشاركتها في الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع، وأنني لأجدها فرصة لأتوجه بالتقدير للدور المميز الذي قامت به وزارة الخارجية لتحقيق هذا النجاح، مهنئا شعبنا الكريم بهذا الإنجاز التاريخي المستحق الذي يضاف إلى الإنجازات الوطنية لوطننا الغالي.